قام الطلاب بعمل برسم قصص وتأليف قصص وترجمتها مستلهمينها من شعار اليوم الوطني، كيف تكون الوحدة هي مصدر القوة باختلاف الشخصيات، باختلاف السيناريو اللي اختاروه لقصصهم. إعداد القصص أخذت معنا تقريباً قرابة الشهر حتى ننتج اليوم، ويكون الأطفال فخورين بإنتاجهم الذين يدشنونه في اليوم القريب من اليوم الوطني. هذه القصص اليوم تدشن وتعرض للجمهور لأول مرة، تم تقديمها في درب الساعة من الساعة 4 إلى الساعة 9 بحضور كبير والحمد لله من الجماهير، وتم ختام هذا الحفل بزيارتهم وتقديم قصصهم لسعادة وزير الثقافة.